دلوقتي مع الدكتور عاصم فرج استاذ الجلديه والتجميل. سبق وزميلاتي عملوا حلقه مع الدكتور كان بيتكلموا عن التجاعيد وايه الاماكن اللي يتحقن فيها البوتوكس، لانه في ناس بتالف وتحقن في اماكن مش المفروض يحصل فيها ده. وكمان هنعمل مراجعه سريعه نفكر بيها المشاهدات تحديدا علشان ممكن ما يكونوش الرجاله هم اللي بيدفعوا يا بنتي، هم اللي بيدفعوا يا منالك. مع انه على فكره انا اعرف رجاله كتير بتعمل بوتوكس. انا اعرف رجاله كتير. مشاهدات ايه؟ هو والحلقه اللي جايه ان شاء الله هنعمل حلقه نوعد الرجاله عن تجميل الرجل يعني، ودكتور عاصم يوعدنا بالحكايه دي. اولا اهلا بيك يا حضرتك. اهلا بيك يا دكتور. الله يخليك. هو احنا كنا بنراجع ونقول عايزين نمنع ظهور التجاعيد، فهي تعمل ايه عشان تاخر تجاعيد؟ قلنا في نوع بشره بتجي لها التجاعيد بدري، البيضه قوي، ضريبه البياض والعدم البروتكشن من الشن وكده بيجي لها في الثلاثينات زي حالاتي كده. على الاسف انت عشرينات يا منال. لا انا بتكلم على البياض يا جماعه، البياض هي بيضه بيضه خالص كمان. السمر والسمر قوي ما بيجيلهمش تجاعيد بدري، وفي منهم ما بيجيلهمش تجاعيد نهائي. فاحنا دول عرفنا دي جايه بنتها بيضه ما شاء الله بتشوف الشمس كتير هتتجعد بدري، الا لو حامت نفسها كويس بالصن سكرين كويس من بدري. ما فيش شيشه، لان البنات كلها طالعه في الشيشه كتيره جدا جدا. قول يا دكتور. ما فيش شيشه ارجوكوا. اكتر حاجه بتعمل تجاعيد للاطفال او البنانيت الصغننين انهم بيشربوا شيشه كتير، والسجاير والبوليوشن والشمس متعرضه لها. طيب جه ظهر التجاعيد، ابتدينا قلنا كل حته ليها حاجه. ليها حاجه. التلت الفوقاني قلنا ده حكر على البوتوكس، وقلنا دي بعض الناس محتاجاها ما تشيلهاش، وقلنا ان ممثل المسرح ما يعرفش يعيش من غيرها، فده ممنوع. وقلنا ان اقوى عضله دي عضله الفرونتاليس، اقوى عضله فرونتاليس جت في مصر على مر التاريخ اتنين، الضيف احمد وعادل امام. دي يعرف يعمل كده اخر المسرح، يعرف ان استغرب يشوفه يكشر، الناس كلها تخاف. فممثل المسرح ممنوع بالقانون انه يعمل بوتوكس في الحته دي، ممنوع. والله يا دكتور كمان ممثل التلفزيون لسه بقى الكلوز اب، علشان الكلوز اب ديت، ودي مهمه قوي قوي، ومن الحاجات اللي مهمه وهنتكلم فيها. في حاجه عند حضرتك اسمها الراكور. الراكور ده ايه؟ ما ينفعش تبقي عامله بوتوكس النهارده ويجيبوا لك لقطه من قديمه من غير بوتوكس. بيبقى فرق جامد جدا. مشهد في البيت عامله حاجه وتحت في الشارع عامله حاجه. البوتوكس هنا هنعمله صح، الحاجب نخلي بالنا منه ما يعلاش زي ما انت قلتي. هنا بقى الكروس فيت دي اللي هي رجل الغراب دي، دي سهله بس دي مهمه. حتى لو محتاج دي ممكن نلغيها، ديت نلغيها خالص. احنا انا عندي سؤال، بس سؤال في النقطه دي. في بنات كتير وهما بيسمعونا النهارده يعني في ذهنهم ان البوتوكس للسن الكبير. لا، ان انا ابتدي اعمل بوتوكس لما تظهر التجاعيد او لما يبقى عندي حاجه و40 سنه. لا، انا من المدرسه بتاعت ان اعملي بوتوكس وانت في العشرينات علشان تحافظي على وشك. ده صح ولا غلط؟ ده 100% صح. حتى في امريكا دلوقتي يقول لك، اصل في امهات بيخافوا يقول لك لا بنتي لسه صغيره. لا مفيش حاجه، ايرلي بوتوكس از بيتر. ده كلمه امريكاني. ده في العالم كله، ده في العالم كله. وفي فرنسا ايرلي بوتوكس از بيتر. يعني ليه بيتر؟ وحاجه غريبه جدا، في ناس، وانا مسؤول على الكلمه اللي هقولها، وبعض الممثلات العالميات خلصوا بوتوكس. يعني ايه؟ مش محتاجه تاني تعمل انجكشن بعد شويه. انا عارفه جينيفر انستون وهي بتقول وهي انا ابتديت بدري وما بقتش تحقن. نيكول كيدمان من الناس اللي خلصت، وجينيفر انستون من الناس اللي خلصت. تيكن كونسيدريشن انها هتعمل هنا وال111 دي. لكن وانا كنت قلت لكم ان جورج كلوني من الصور بتاعته الشهيره القديمه دي، الجديده دلوقتي كل دي تجاعيد سايبها. ما يقدرش، دي لقمه عيشه. نرجع بقى ننزل تاني ايه كمان نعمل بيه بوتوكس. لو هي عندها جامي سماي، لو هي بتضحك الضب ده بيبان، فبقينا نحط هنا بوتوكس وبوتوكس ينزل دي شويه، فما تبقاش باينه اللثه. لانها نقطه يا دكتور علشان ما تهدلها لهوش. لا، لو مش هتعرف تشرب بالشاليمو لما دي بتزيد قوي. البوتوكس هنا مش بنحبه. ليه؟
حاجتين مش هتعرف تعملهم، حاجة يعني كده مش هتعرف تبوس. ايوه ومش هتعرف ترشح ومش هتعرف تقول طز. تبوس بنتها، انتوا ليه اشرار؟ اه ليه اللي يدي وحشة كده؟ فهي مش هتعرف تعمل كده. والشاليمو لا يمكن. والحمد لله بلاش سيلفي بقى، مش هتعرف تعمل سيلفي عشان ترحمها، علشان ده مهم جدا. فاحنا قلنا ادي البوتوكس تلت بنعمل بيه جامي سمايل. في هنا بقى ضحكة الأرنوب دي مشهورة جدا بين الستات، ساعات تضحك كده هنا دي تكربت، ساعات بتبقى حلوه في بعض الناس. ما هو انا الحقيقه انا سايبه حضرتك تتكلم. لا يا فندم، لكن ده حضرتك دخلت حضرتك المدرسه الطبيعيه. بس يعني انا عملت بعد كده ما يخلص الدور الحقيقه ما حبتنيش. كل سنه لا ما حبتنيش، لان كنت بعمل دور استغربتي نفسك. استغربت نقولها يعني، نقول ترمينولوجي احسن شويه، استغربتي نفسك. كنت بعمل دور من 16 سنه اوصل 56 سنه، فاتفقت مع مدام انعام انه المرحله الاولانيه خديها لي، يعني هعمل بوتوكس خديها لي. في قاسم امين، في قاسم امين ولا ام كلثوم؟ لا في مشرفه. كنت بعمل بنت من سن 16، اقل من 16 سنه لحد 56. فعملته و اشوفني مش انا مستغرباني، مستغرباك اصلا اللفظ ده. عارفه مع الناس العيان. وبعض الممثلات كتير تقول لي انا مستغرباني، مستغرباني مش شكلي، لكن مش كرهاني ومش حباني، مستغرباني. دايما نقول ده منظر جديد، عشان كده اقول العروسه ما تعملهوش قبل الفرح على طول، تعمله قبل الفرح، الفرح بشهرين عشان عينيها تتعود على شكلها، عشان عينيها تتعود. وعلشان احنا لو بدينا من بدري يا دكتور هم مش هيستغربوا، هم دايما هيحسوا ان انت زي ما انت، يعني مش فجأة المدرسه بقيتي مشدوده وفجأة بقيتي صغيره، ان انت تبتدي وانت عندك التجاعيد اوريدي. انت العين وانت بتضحكي ما تقفلش بالظبط، دي وحشه. تفضل. يعني في التمثيل، في التمثيل او في حاجات كتيره خالص، ضروري اخلي انها تقفل بالزبط. تضحك قوي قوي قوي، بس حلو للزوجه يعني جوزها ما يبقاش عارف ايه، انها مفتوحه، وحته انها مفتوحه دي بتخض بتخض. ان خلصنا من هنا كده، وقلنا دي كده، وقلنا دي كده، وقلنا ان ساعات كمان البوتوكس يستخدم في الاكسسيف سويتنج للعرق. للناس اللي بتتعرق كتير بوتوكس. انا عايزه اسال في تجاعيد الرقبه، لان انا شفتها مع واحده صاحبتي كان عندها هنا اكثر من لاينز. الدكتوره كانت شاطره قوي، راحت مش ضيعتها لها، لكن زي ما تقول فردتها شويه. يا سلام، اللي بتقوليه ده اهم حاجه، سيبه ان الحاجه طبيعيه. لان لو اتزادت قوي قوي ده بيحصل ايه؟ زي العروسه اللي بتبقى هنا لما تيجي تبلع بتبان. حاجتين دايما اقول عليهم يجيبوا لك السن بالملي، ظهر الايد والرقبه. طبعا انسى يا باشا. طيب. طبعا انا يبقى طب الرقبه، عشان انا عندي، انا متضايقه من الرقبه. لا كويسه. لا يعني ممكن بما ان هي صاحبتنا بقت مذيعه، انسى ان هي ممثله. منال صاحبتي. منال لو انا ومنال مثلا هنا بوتوكس على خفيف يا دكتور؟ خفيف جدا، وتبان بحيث ما، سوري في اللفظ، ما تتعرقش. كلمه تعرقش يعني ايه؟ ما تبقاش ناشفه كده لما تيجي تبلع او تتكلم، ساعات دي بتبان وحشه. بس انا من غير بوتوكس اهو لو انفعلت، حضرتك دخلت كلوز اب، انا شايفه لان دي وراثه بقى من والدتي، في الخطوط دي، وما بتكلم ببقى في نرف. هتتحسن قوي قوي، مش هتروح. هو دي طيب لو ان شاء الله ربنا يديلكم طول طلب، جينا بعد قعدنا القعده دي انتوا هتفضلوا تعملوا حاجات لغايه ما تيجي هنا بعد 20 سنه عاملين كده ومتظبطين. ما حدش عارف التاني 10 سنين او 15 سنه بعد كده ضروري الخيوط. يعني طيب هنا يبقى احنا عايزين نقسم الايدج جروب، ايه يتعمل امتى؟ فاح زي ما انت قلت، عشرينات ثلاثينات، it is botox and nothing except botox. ده ولا فيلر للصغيرين؟ ما فيش فيلر. فيلر لو عايزه تعمل ليب اوجمنتيشن او لو في حتت فاضيه في ناس عندها بس فضول. شفايف شفايف الميدل ايست على راي الراجل الخواجه الفرنساوي مش محتاجه لكن الجلف اريا بيحبوها قوي. طبعا الخليجيه بيسموها ميجا. ميجا ميجا لبس دي بتاعه فيلادلفيا اللي هي بتاعه الزنوج، بيحبوها كده. والتانيين خالص في اليوروب زمان كانت عيب، كان يقول البنت دي بقها كبير قوي، ده كانت بتروح تعمل علاج. انما دلوقتي يقول لك سكسي ومش عارفه ايه. سن ال 40 ابتدي اشتغل في الخيوط. بعد السن الخيوط بعد، لا اكتر من كده، بعد ال 50 لانها اول ما يحصل ريدندنسي. ريدندنسي لوج 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 كده. ثانيه واحده،
ليه ما نبتديش كونسبت الخطوط زي كونسبت البوتوكس للعشرين؟ شاطرة. أنا لا ميرسي يا دكتور والله العظيم ده أنا أفتح عيني. مساعدة كويسة جدا. لا شاطرة أقسم بالله. أنا والله العظيم هقعدك في البيت. دكتور بعد إذنك الإجابة دي لازم نشوق بيها الجمهور بعد الفاصل، انتظرونا عشان نشوف هنعمل خيوط دي من سن كام. دكتور احنا قبل الفاصل سألنا حضرتك سؤال صعب. سؤال صعب. هل الخيوط زي البوتوكس ممكن البنات يبتدوها بدري؟ لا. اوكي. ده مش لا، هنحط تحتيها مليون خط. اوكي. وانس حصل ثريدز اولويز ثريدز. فلو هي ابتدتها بدري هيبتدي يحصل الدنيا تحصل فيها مشاكل. ما اقدرش انا اعمل ثريدز اجي اصلحه فيلر، صدقي ممنوع. ممنوع. ثريدز حشرت نفسها في الخيوط، ثريدز بتاع الكبار. بتاع كبار. خمسينات. خمسينات. طب انا عايزه بعد كده كمان. الخمسينات مش كبار يا دكتور، ليه كده؟ بس هل ممكن ابقى لو انا مش 50 انا داخله حاجه و40 اشتغل ثريدز بدل ما اشتغل بوتوكس او فيلرز؟ لا برضه لا. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، وات از ناتشرال، احنا بندق منال هي بتقول احنا عايزين ندور على الحاجه الناتشر. فالايدج جروب ده ات از بوتوكس اند فيلر. لكن هنا بقى عايز اتكلم قبل ما الناس تنسى الفوليوما. هنا يا جماعه في شكلين وش، الفنانة زينة مثلا، الفنانة روحة اسمها ايه حرية. فرغلي. دول فيسز. مش هنقول حاجة. حاضر. لا لا ده مثال بيدي يعني مثال. لا الوش ده وش ده حاجة حلوة. الوش ده تشيك بون. اللي تشيكي بون ده وفي بره كتار قوي قوي، دي لما يتعمل لها فوليومة كده بتجي لها كمان نغزتين هنا بتبقى بيرفكت ومور ذان بيرفكت. انما الامثال التانية كتار عندنا اللي هو مدور وخدوده كده ما ينفعوش. لا لا شايف وش ده؟ لا 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 ما ينفعش يعمل فيلرز ولا خدود. لا ما ينفعش يعمل فوليوما. اللي هي بتعمل اسمها ابر تشيك. يعني في ناس يجيب نتيجه جميله وروعه جميله وتمشي مبسوطه. الثانيه الفوليوما دي انجكشن. سوري عشان ما عنديش معلومه. لا تيجي بقى كتير هتبقى عندك على الهواء. اصل منال بترفض المبدا تماما ان تقول ان ما ينفعش الممثلات يبقوا شبه بعض في الاول. يعني لازم تتغير. رجلي هتيجي رجلي هتيجي. يعني انا حضرتك بتقول ان الوش المليان ايوه هو اوريدي عنده خدوده فما ينفعش. هي فيها حاجه اقول امثله ما هم الاستاذه ليلى علوي، الاستاذه الهام شاهين، كل دول وش القمر. القمر حلو يعني ده، بس ده ما يتعملوش ابر تشيك لان هو حلو. حلو كده هو كده ما ينفعش. الحته دي ضيقه. نفكر مع بعض. الحته دي ضيقه عندهم. لا مش انت خالص. دول بقى لما ما ينفعش نعمل لهم ابر تشيك، يبقى عايزين نقول تاني ابر تشيك اوجمنتيشن. ده معمول لمين؟ للوشوش النحيفه اللي هي عامله كده. فلما تعمليها هنا يا سلام بتيجي نغستين كمان. لما تيجي تضحك الشطاره ايه؟ ما تقفلش عينيها وهي من كبر دول. فتعمل ما تروحيش تقولي للدكتور اعمل لي كذا. انا وشي ليه عليه؟ هي بتشوف صاحبتها استاذ التجميل يعني. بتشوف صاحبتها لاقى عليها حاجه خصوصا اللبس والابر تشيك اوجمنتيشن. فتبتدي تقول لي ايه اعمل لي زي منال. تلبس موديل. استغل حضرتك بقى. انا انهي وش احتاج ايه؟ ما طبعا كمان 10 سنين تشيك بون. بصي ما شاء الله ما شاء الله، يعني ضحكتك مش مبينه الجم خالص. واحنا كانت عندنا هنا الاستاذه فريده، كانت انا كنت مديها يعني احسن ضحكه. يعني انا ارفع دور حضرتك. يعني منال ينفع معاها تشيك بون يعني اوجمنتيشن تشيكي هنا دي تعمليها هنا هتبقى بيرفكت. ده ما ياثرش على رياكشناتي كممثله؟ لا خالص. انت عمرك ما بتعملي رياكشنات هنا. انت رياكشنات بتستغربي على راي الاستاذ نور الشريف وقالها لي انا بيرفكت. والممثل اداؤه كله في الممثل عينين طبعا. عين ويساعدوا العين الحته. اكمل سؤال بعد اذنك يا مفيده. انا دلوقتي لو طبعا لو انا على سبيل المثال رفعت هنا، هو الوش ربنا خلقه نسبه وتناسب، علاقه العين بالخد بالانف بالهنا هي النسبه دي بقى. كلامك صح. هو ليه لو اتغيرت لو عليناها سوري حاضر. ممكن تاثر على العينتين. احنا
احنا بنعملها ليه؟ ان ده نزل مع الوقت من غير ما تلاحظي. حاجتين بينزلوا من غير ما تلاحظي، العينين اللي احنا اتكلمنا عليها المره اللي فاتت بتنزل بدل نزلت نص سنتي، الحاجه الثانيه هنا ده نزل سنتي او نص سنتي من غير ما تلاحظي. الجاذبيه بقى على مدار العمر فهي تعلى كده. لما تعلى كده من غير ما تيجي على العينين، وحش قوي انها لما تعمل هنا حاجه تلاقي العين قفلت. لا يا خبر يسوح، المخرج هيتضايق والسيناريست هيتضايق وكلهم هيتضايقوا. انا ينفع اعمل ال تشيك بورد؟ لا ده هبقى وش بقره. لا مش هنا بقى. والله بص ده بس لا خلينا يا مفيده مش هنا هنا الابر تول. انا لما هاجي اعمله هنا انا حاجات هضحكها ومغمضه. الكميه مهمه، صدقي انها متوزعه بالميه بالملي، يعني هنا انت هتبقى واحد اتنين اتنين ذاتس اول. حتى انا ليها كتالوج وتتوزع تطلع كده وتتسحب لورا، فتلاقي دي خدت توزيعه تانية. ممكن هنا بقى الليب فوق لفوق تكبر، واجي بعد كده اخد دور ادوار منال بقى ليلى علوي والهام شريف. خلي بالك يا منال، خلي انا قاعده خدمه ربنا تدعيش. يعني لما نيجي ننزل هنا في حاجه اسمها فوليفت، يبقى هنحفظ تاني ان بوتوكس بوتوكس بديت بوتوكس، هنا بوتوكس، الجامي سمايل هنا بوتوكس. اوكي. الحته دي اسمها فلوما على حسب شكل الوش. حسب الوش المدور نيفر فلوما، حتى ممنوع يكتب لك مون فيس. مون فيس ممنوع. ممنوع ليه؟ لان هيكلكع. واللي اهم حاجه انه يبقى في الابر تشيك. فين؟ هنا اهو. على فكره في نوتش هنا. اي واحده يعرفها نوتش. هي بترجع لشطاره الدكتور ولا هي بتتوزع طبيعي؟ ده كتالوج بقت. لا يعني بعد ما يحطها هي بتاخد بقى شكل الوش. لا يحطها في حتت ما مش هتتحرك منها يا منى. وتعلى كده. فمش اي حد بقى يقول لي هحط وتتنزل هنا دي تعمل تتمسك كده. ووش منى يا دكتور. ووش هي بس خدودها هنا ما تحطش ازيد من كده. ليه ما يتحطش ازيد من كده؟ رباني ما شاء الله هو يعني. هو رباني كده. الفوليفت ثالث حاجه في الطقم اللي احنا بنقوله اسمه فوليفت. الفوليفت ده بتاع اللب والحته دي بيسموها مارونيت لاينز. مارونيت اللي هي فيلر. ما هي الفوليفت ده نوع من الفيلر شيك شويه. هنا المارونيت لاينز الخطين اللي بيبانوا دول، الخطين دول ده ما لهاش حل، ضروري يتسابوا. ضروري يتعملوا. هنا كمان النيزو ليبيال دول ضروري يتعملوا. شوفي ازاي بقى ان ساعات لما يتعمل الفلومه تترفع دي فده يروح. فملهوش لازمه يتعمل. فدايما يعملوا ده الاول قبل دي. او الخيوط برضو من هنا فهتشد ده بس برضو. بس احنا اتفقنا الخيوط دي سيرد ستيج. سيرد ستيج الحاجات الانجكشن دي البوتوكس عمره قد ايه يا دكتور؟ حلو جدا السؤال ده. مفيش جارانتي بوقت معين. في عند ناس تقول لهم 8 شهور هتجي لها مناسبه، هتجي لها مناسبه فرحها، فرح بنتها، فرح مش عارفه ايه، اعمل لي اعمل لي اعمل لي اعمل لي انا عندي مناسبه يوم الخميس الجاي. يا ستي مش عارفه ايه، مفيش فايده، هي عندها مناسبه وبتاع. وانت عارفه الستات تحب المناسبه حتى لو دايما على اخر وقت. على اخر وقت حتى استغفر الله العظيم في العزب الشيك بيحبوا برضو يكونوا عاملين. فالاول فهي بتظبط مصايب مننا ولا لا يعني تظبط الدنيا. فعايزين نقول ان الماكسيمم سنه، وفي يقعد معاهم البوتوكس سنه سنه وشهرين سنه ماكسيمم. في المينيمم 8 شهور و6 شهور. انما حته الاعاده دي اكوردنج ابون ريكويست. يعني ايه ابون ريكويست؟ هي المناسبات قبل المصيف. يا خبر يسوح. قبل ما نسيب البوتوكس، في بوتوكس مضروب، اصل في ناس شاطره بيقعد شهرين. ده نخليه الحلقه الجايه عشان كده الوقت خلص. ارجوكوا اي حاجه صيني ما حدش يستخدمها حتى في البوتوكس بصيني. ما هو ده لا ده اساسي. طيب قبل الفقره ما تخلص يا دكتور، شفتي ما هي شبكت شبكت جبناها خلاص. الحاجات اللي بتتحط هنا اسمها ايه؟ كريمات؟ لا الانجكشن اللي بتتحط في الخدود. الفيلر. الفلومه دي بيقعد قد ايه؟ الفلومه دي حلوه قوي، دي سنه ونص.
لانها ستيبل. اوكي. ما هياش زي الثانيه باي ديفيوجن. فهنا دي ميزتها الناس دايما يجوا يحطوا يعني واحده على واحده على واحده. فهي بتحوش يعني ساعات معهمش فلوس الا يحطوا واحده بس في اللوبه. فتيجي تحطها النهارده وبعد اسبوعين تكمل الثانيه. دكتور طبعا الوقت الجميل بيعدي بسرعه فللاسف احنا لسه محتاجين نقول حاجه بس هنتكلم على التجميل عند الراجل. والنبي ايه اللي ينفع الحقنه اللي بياخدوها دي بره مصر اللي بياخدوها السريه وبكام وبترجعهم شباب ازاي؟ ليه بترجعهم بالتتينه؟ بالتتينه اللي هي بيبقى عندنا ناس بالتتينه وبيلزقوا الجفن الفوقاني ده كده عشان تفضل عينهم مفتوحه عند الرجاله برضه. طبعا. لا الحلقه الجايه دكتور بقى نتقابل حضرتك تكوني موجوده. اي هوب بليز يا زلمه ارجوكي ارجوكي ميرسي يا دكتور. لا انا ميرسي ليك على مجهودك شكرا. وان شاء الله الفقره الجايه الموضوع الطاقه مهلك بالطاقه الموضوع المهم موضوع الطاقة اللي أنا شخصيا مقتنعة بيه ودقت حلاوته. فإن شاء الله نحكي التجربة وجاية أنقل لكم تجربتي ونشوف المعارضين والمؤيدين. نتقابل بعد الفاصل.